البارح في هذيك الجوية يعني عيطت لها، كنت غادي دير واحد التيست، يعني التيست الاخر باش تقدر يعني تهز، يعني تقدر تجي للمغرب، يعني داك التيست ديال الكورونا. المهم ما كانوش غادي يردوا عليها، تعطلت. عرفتي واحد كان يعني هذاك التيست تقدر يبقى لك 48 ساعة ولا 72 ساعة باش يردوا عليك. يعني لو كان ردوا عليها 72 ساعة، لو كان يعني البي ديالها يمشي وما تقدرش تجي كاع، فهمتيني؟ وبقينا كنستنوا كنقولوا يا ربي ردوا عليها قبل ما تمشي الطياره وداكشي. المهم وردوا عليها، سبحان الله ما فاتت حتى 48 ساعه وردوا عليها، قالوا لها راكي يعني ما فيك والو، وعندها صيفطوا لها عند الايميل ديالها وكل شيء صافي. وفرحنا وداكشي، فرحانين بزاف. بقيت كنسول، في الاول كنت يعني باغي اش كيقولوا لي بنادم فيها كورونا منيت. في الاخر يعني صافي هي غادي تجي الفاس وداكشي. كان قال لي يابا ما تمشيش، يعني ما تمشيش انت حتى الفاس باش تجيبها. قال لي غير توصل تما، يعني تلقى تما شي تاكسي تجي، ولا ما كانوش تما يعني البلايص باش تجي، يعني انا نخلص ليها كل شيء، تجي التاكسي غير يعني كاع البلايص اللي غادي خاص يعمر باش يجي انا نخلصهم له، تجي بوحدها هي في التاكسي صافي بلا ما تستنى. صافي انا قلت لي مشيت، بقيت كنهضر مع واحد السيد جمال، عاوني بزاف، كنقدم ليه تحيه من هذا المنبر. جمال الهيروشي ما عاوني بزاف، يعني وقف معايا، لقيتو مشى بقى كيسقسي لي وداك الشيء. صافي قالوا لي لا انا علاش با ما خلانيش باش نمشي، حيت قال لي راه يعني البوليس كاين في الطريق، يعني غادي تلاقاو البوليس، يعني يقدروا يلقاو، يعني يلقاو يقول لك شكون هادي، و يعني شنو كتعني لك انت، يعني يديروا يقدروا يديروا عليك الفساد وداك الشيء. اما ما كاين والو بداك الشيء، ولا يقولوا لك هذه فيرا لوتيل ولا ما، المهم ما عرفتش. كنديروا يعني كاع الاحتمالات حيت با كيخاف عليا بزاف. صافي ما كيقول لي لا لا لا، صافي انا قلت يعني نبقى نسقسي، ولا هضرت حتى مع عماد كان باش يعني يعاونني من تما يجيبها وداك الشيء. المهم يعني قلبت على كاع الحلول. صافي سولت، قالوا لي لا تما ما كاينش كسميتو، ما كاينش ترانسبور مع ديك العشرة ديال الليل ولا الحداش ديال الليل، ما تلقاش تما ترانسبور في المطار، وما تلقاش تاكسي اللي تجيبو تجيبها حتى للناظور، ما تلقاش التاكسي وتا الكيران، يعني ما كاينش ترانسبور اللي يديها هي، ما تعرفش كي تهضر معاهم، ما تعرف حتى حاجة. المهم اش كنقول ما عندي كي ندير، نمشي نشوف كي ندير، نطلع حتى لعندها لتما ونجيبها بيدي، بعد نكون مرتاح انا، يعني ماشي نوصل تجي توصل ما عرفتش فين راه، ما عندها ني تليفون مغربي ولا حتى شي حاجه. المهم قلت انا نمشي حتى لعندها باش انا نبقى مرتاح تكون. المهم هضرت مع با كيفاش هضرت مع جمال، شاف لي هضر مع واحد الدري باه بوليسي ولا جندرم، قال لي يعني راه ما كاينش يعني الطريقة راه لو دروت ما فيهش المخزن، يعني ما كاين اللي يهضر معاه. هادي قال لي يعني حتى الا هضروا معاه يعيط ليا نهضر معاهم، نقول لهم زعما خليه يمشي. صافي انا فاش هضرت مع با قلت ليها كيفاش، قال لي صافي غادي نشوف واحد صاحبي يعني راجل كبير عنده الطاكسي، يعني كيخدم الطاكسي، يمشي معاك هو، يعني بحال راكم غاديين في الطاكسي، يمشي حتى لتما معاك وتمشي تلاقاها. وبا قال لي يعني تدي معاك حتى اختك، اختي كبيرة، انا كبير عليها بعام، اختي كبيرة، قال لي دي معك حتى اختك باش زعما عندكم لي كارت كيف يعني عائلة، فهمتي؟ ما يقولوا لكم حتى حاجة. صافي هكا قدرت، مشيت معايا اختي ومشيت ديت ديك الطاكسي، يعني اللي كتعرفوا مرسيدس 250، هذاك الدري هذاك المول الطاكسي يعني صاحبها بزاف، يعني بحال خلصت لي غير داك الشيء اللي خسروها والنهار ديالو، فهمتي؟ هما نورمالمون تمشي حتى الفاس بشي 1500 درهم ولا واحسب لي غير 800 درهم، درت لي 600 درهم ديال المازوت و 200 درهم خداها هو. صافي قلنا بسم الله مشينا، حتى قالت لي يعني الا راه ما فيها حتى حاجه، الا صافي غادي تاخذ يعني البيو كل شيء بخير على خير. قلت لها صافي. فاش وصلت الوقت يعني نديرو ديك 4 السوايع الطريق منا حتى الفاس باش يعني باش نوصل حتى لعندها، مشينا خدينا لوتوريزاسيون ديال السياره باش نمشيو لفاس حيت الطاكسي ديال الناظور. صافي وخرجنا على بركه الله، شي بلوس فرحان وغادي يعني ناشط لا تقول لي واش نقول لك،
غادي تلفاس 5 سوايع في الطريق. تصور معايا اقسم بالله الا مليت راسي في الطريق والله الا مليت راسي في الطريق في ديك الطريق بعدا. وداك الرجل يعني في الطريق لوتوروت كيمشي 80 60 يعني ضعفتي ولا مهم. قلت لي ليها ليها هانيه. قلت لي انا نمشي من يعني مكرفس وداك الشيء ملي نجي بعدا تكون هي يعني ما تكونش يعني الوقت فهمتي يعني الوقت ديالك غادي يدوز بالزربه يعني معك شي واحد فهمتي راكم فاهم. المهم صافي ومشيت مشيت غادي وزيد وصافي وهي عيطت لي قالت لي راه صافي شافوا لي تيست شافوا كل شيء راه عطاو لي البي هذاك اللي فاش كتطلع الطياره كي يعني هذاك اللي فيه النمره ديال الكرسي ولا البلاصه المهم عارف يعني اخر ايطاب يعني باش تجي فهمتي. صافي قلت له اوه فرحت صافي زيد كنت مشو ويعني في واحد اللقطه صافي شفت ما عندهاش كونيكسيون ما عندها حتى حاجه. قلت صافي راه ركبت في الطياره فهمتي يعني كانت ديك الوقت كانت شي 8 حيت هي كانت غادي تخرج 8:30 غادي تخرج 8:30 من المطار يعني تتقلع الطياره كانت في هذيك في 8:30 هذيك كنشوف ما عندها ني كونيكسيون والو. صافي قلت لها راه ركبت في الطياره يعني راها جايه صافي وانا غادي فرحان وكلشي كنحاول ننعس باش يفوت الوقت وبزاف د الحوايج وما ناعسش كاع وغادي سمحت في اللايف سمحت في كلشي ومشيت غادي وصافي وقريب نقول لكم قريب نوصل الفاس ب 500 متر يعني قل من كيلومتر. فاش قربت فاش قربت نوصل الفاس 500 يعني دخلت فاس صافي لوتوروت ساهله يعني انا غادي ندخل الفاس صافي. فاش قريب نوصل وشفت الساعه يعني راها 11 قل 20 الطياره تكون نزلات يعني نزلات نورمالمون كيتعطلوا في المطار الداخل فهمتيني نورمالمون يتعطلوا في المطار الداخل. يا خويا فاش قريب نوصل هكا شفت السيده كتعيط لي في ميسنجر يعني بقات كتعيط ليا كتعيط لك قلت له يعني فرحت من الداخل قلت لها صافي استنى صافي وصلت بقات كتعيط ليا في التليفون شنو كنستنى غادي تقول لي الا راني في المطار راني وصلت غادي يعني غادي نخرج دابا ولا غادي تقول لي فين راك واش مازال ما وصلتي ولا شي حاجه يعني. وهزيت انا التليفون قلت لها الو يعني بديك الفرحه فهمتيني قلت ليها الو ما ردتش عليا دغيا واحد شويه كنسمعها كتبكي قلت لها مالكي قالت لي راه شدوني البوليس. قلت لها كيفاش البوليس ما فهمتش بقات كتقول لي با البوليس ما فهمت حتى حاجه. قلت لها فين راك قالت لي راني في بوردو. منين سمعت بوردو عرفتي ماشي تشوكيت ماشي تصدم دراري هادشي ما كيضحكش ولا لاي لاي ولا ما كاينش الضحك في هادشي فهمت يعني درت واحد يعني واحد الصدمه اللي خاصني والله الا عمرني ما خاصني في حياتي. اش غنقول لك يعني بقيت كتقول لي كنشوف هكا كتشوف عليا اختي كتقول لي مالك ولا ما قديتش نهضر يعني عاجز اللسان عن الكلام صافي ما قديتش نهضر كاع كتقول لي مالك ويا دير لي هكا الوجه كتقول لي مالك. قلت لها اخي كان راه في بوردو قلت لها راه وقعوا لها شي مشاكل قالت لك البوليس با ولا ما عرفت ارهاب دخل ارهاب ايوا خويا و صافي يعني ما عرفت شنو نقول فاش عيط لي با فاش عيط لي با كسميت عيط لي با قال لي فين راكم واش وصلتوا ولا شي حاجه. قلت ليها راه ما جاتش با عاود ثاني خليها عاود على الله و زيد فاش قلت لي عاوتاني بقات كتصوني بقات كتصوني ولا ما قديتش نهز عليها وما تقديتش نهضر مستحيل انني نهضر معاها في ديك اللقطه حيت راه خويا راه وهاد يعني تصور معايا يعني كل ما قربتي للمطار كل ما يعني قلبك كيضرب كل ما يعني كتكون ديك يعني داك الفيلينغز وفي الاخر يعني غادي تقلب معاك 950 درجه راه بزاف وانا بقيت كنفكر غير في كي سميتو
بقيت كنفكر غير في ديك الطريق عاوتاني كيفاش غادي نرجعها عاود 5 سوايع عاود بوحدي وانا كنحاول نرجع عاوتاني. المهم 5 سوايع اللي جيتها حتى للدار ما كنتش جاع كنهضر والو ما هضرت مع حتى شي واحد بقيت غير هكا والو يعني تصدم ضياع صافي. فاش هضرت معاها قالت لي ها كيفاش كيفاش قالت لك اخويا اسقى شنو وقع شنو وقع قالت لك راه فاش كانت غادي تمشي هي فاش كانت جايه هضرت مع امها يعني قالت ليها يعني امها هي اصلا ما راهاش مزيانه مع صحاب الدار فهمتي سوا الساس وباها ولا اختها ولا شي جوج خوتها مزيانه غير مع واحد خوها بوحدو يعني واحد العلاقه شويه فهمتي يعني مع الوالدين راه شي حاجه اللي يعني ما يعجبكمش يعني بحال ما كاين ماشي عائله كاع فهمتي يعني ما مزيانش باها دار بزاف د الحوايج. المهم اي واش نقول لكم قلت لي راه كانت فاش جايك امها يعني عارفه وباها لا وباها يعني خايب يعني ماشي مزيان قلت لي بقات كتعيط لها امها كتقول لها عافاك ما تمشيش راه كنحسي لا بحال غادي توقع شي حاجه ولا راه في المغرب ما غاديش تعرفي شي حاجه كديري قلت لها ما تمشيش يعني كنحس بان توقع لك شي حاجه كتقولها لا ما يكون هاني راه كاين اللي غادي يشدني تما هذه وهي يعني امها يعني بحال ماشي بنتها كاع يعني ما كتحملهاش سبحان الله حتى قربت جعد ولات كتقول لها ولات كتخاف عليها كدير لها فهمتي صافي وكتقول لي ما تمشيش ما تمشي صافي وقالت لها الا بغيتي نمشي قول لي حيت باها قالت ليها راه مشات غادي دير ديبلاسمون في يعني في العمل ديالها غادي تمشي دير ديبلاسمون صافي قالت ليها عيطي لباك قولي ليه انه زعما صحيح هذا الشيء اللي قلت ليه باش انا نرتاح قالت ليها واخا يمكن هي عيطت لباها وكل شيء صافي هدرت مع باها قالت ليها راني في ديبلاسمون ما يعني ما تخافش عليا وكل شيء صافي يعني ما وقع والو صافي قلت لك فاش دازت هذوك السيكوريتي فاش تشوف الحوايج ديالها وكل شيء فاتت لداخل وواحد شويه قالت لي هذاك السيكوريتي قال السيدة غير كان راه كاين باك وخوك في اللور كيقلبوا عليك قلت لي ماشي شغلين علاش يقلبوا عليا زعما عارفه الا باها واش فهمتي عارفه الا بغات تمشي قال لي انا ماشي شغلي يعني ما بغيتش نمشي عندهم صافي بدات قال لي صافي حيت هما عندهم بنت غير دير 18 ما كيقدر يدخل فيها حتى واحد صافي مشات للقدام يعني قالت لي راه كنت كنشوف هكا في الطيار يعني الطياره كتشوف فيها يعني غادي تركب شنو دار هو نقص دوك البارير ديال السيكوريتي بقى كيغوت كيقول لها شدوها راه باغيه دير يعني باغي دير الارهاب في المغرب باش يوقفوها فهمتي باش يوقفوها وهي واحد شويه تلقى 5 ديال البوليسيين في اونفاز ديالها 5 ديال البوليسيين اونفاز ديالها شدوها قالوا لها سمحي لنا غادي تمشي معنا للمكتبه نديروا مع يعني نهضروا معاكي قالت لي بقيت كنبكي بغيت نمشي كتقول لهم راه ضروري بغيت نركب في هاد بهاد الطياره خلوني ندخل راه خاصني ضروري نمشي في هاد الطياره قال سمحي لنا بزاف ولكن ما غاديش نخليوك تركبي في هاد الطياره حيت ضروري خاصنا نديرو معاك التحقيقات حيت شي واحد قال لنا شي حاجه عليك فهمتي صافي وداك باب بقى كيضرب السيكوريتي باش يمشي يطلقوا ليه يمشي عندها كيقول لها غادي نقتلك واش تمشي ما عرفتش قال له شنو ديري في المغرب ولا المهم هو يعني بحال هبيل في الفراش ديالو ولا ما عرف انا مازال ما شتو ما حاملوش كاع المهم صافي يعني جبدوه داو هما باش يحكموا يعني داكشي اللي دار في المطار ماشي مزيان وجبدوا هادشي اللي كنقول لكم راه ماشي شفتو ولا شي حاجه هي اللي عاودته لي ما عرفتوش بالصح ولا لا المهم صافي قالوا لك خداوها قالت لي يعني بحال هبطت على ركابها كتقول لهم عافاك خلوني نمشي فهاد الطياره راه غادي تضيعوا لي حياتي وهكاك قالوا لي لا سمحوا لي وكل شيء المهم صافي وهزوها دخلوها في واحد وبزاف ديال الحوايج قلت لك ما يعني ما وقفتش كاع على البكاء ولا على والو صافي بقات كت يعني شافوا لي هاد الدوسي ديالها واش مزيان بزاف ديال الحوايج شافوا واش نيشان داكشي وعاودت لهم يعني الحياه ديالها والحياه ديال باها وكلشي وفهموا كلشي
ايوا صافي. يعني في ديك فاش دخلوا هذيك البيت صافي وداروا معها الغشاش خلوها، عاد عيطات لي هذيك هي الوقت ديال الصدمه ديالي فاش سالت هي هذا الشيء اللي قلت لكم دابا. عاد عيطات لي انا كتبكي قالت لي راني بوردو وهادشي هادي صافي. وقطعت عليها والو يعني ما قديت ناضر ما والو. ايوا صافي. ايوا فاش سالوا معها مشات الوالده ديال الصديقه ديالها وصديقه ديالها قالوا لها ديوها معكم في يعني ديو صارحت ما صافي يعني بحال بها فاش يعني وقع داك الشيء. قال لي صافي راه ما بقيتيش بنتي كاع يعني راه حرمتك كاع عمرك ما غادي تشوفي الدار ولا تشوفي لامك لا والو صافي. يعني المشكل اللي كان عندها هي الوالدين ديالها صافي يعني ما بقاوش يعني الوالدين ديالها بحال صافي صافي يعني. وقالوا لها قالوا لي يعني ما تقعدوش تقربوا من بنتكم وهي ما عندهاش الحق دابا ترجع للدار ولا قالوا لها يعني ما بقاتش بنتي صافي حرمها. يعني هي دابا بحال خسرت العائله ديالها اللي هي يعني نقول لكم يعني صراحه يعني مع عائله ما توجزة صافي. صافي مشات مع صاحبتها للدار يومها وقالوا لها البوليسين خليوها عندكم تما. قالت لي راه قالوا لي هالبوليس راه في 16 ولا في يومين راه كاين فول اخر صافي. واليوم ما هضرت مع حتى القبيله عاد هضرت مع قبيله مع خرجت عندك الدار عادي كل الخمسة ولا ستة ولا سبعة لا الربعة. المهم حتى الربعة عاد كنت كنستنى عند الباب قلت يلا ندخل نشوف. ايوا هذه هي القصة الدراري صافي. بقينا كنهضروا فهمتني هذه هذه. نقول لكم الصراحة انا قال كيقول لي يابا يعني ما تماش يعني البنادم عامر مشاكل هذا انت وراك عاد صغير واش باغيت يعني من الصغر كتعمر راسك كت يعني فهمتي هذا الشيء. يعني كنشوف انا كيوخرني اللور ماشي كيزيدني لقدام. يعني بحال البنادم فاش كتكون عنده واحد نقطه ضعف خايبه فهمتيني يعني هذا الشيء مازال صغير عليه صافي. الدراري هادشي اللي وقع ودرت هضرت معاها قالت لي قلت لي يعني صافي فوقاش جيت كانت نورمالمون قالت لي غادي نمشي غادي نجي نهار 16. فاش هضرت معاها قبيله قالت لي لا راه ما قلتلكش نهار 16 راه درت لك راه قلت لك يمكن كاينه البول. قالوها لي غير البوليس وهادي هادي. قلت لي يمكن راه غير زعما قالوا لي البوليس ماشي راهم متاكدين 100% فهمتيني. ايوا واش نقول لك لكن غير البوليس راه تقدر تدخل تشوف السيت. ها البوليس راه تقدر تشوف السيت نورمالمون خاص تمشي نهار تفيريفي عند المطار. خاص اليوم تمشي اليوم باش تمشي يعني تشوف واش داكشي واش كاين ولا. قالت لي راه كنت عييت ما قدرتش المهم نقول لك الصراحه اخي بولي يعني بحال يعني بقات غير فيا هادشي هادشي اللي شادني دابا راه بقات غير فيا. اما انا يعني لو كان خليت يعني هادشي كان فهمتي فهمت بزاف كاع صافي. هادشي اللي وقع وانا صافي بقات كتبكي كتقول لي ما تخليني في هادي هادي ديك ما تكون عارفين البنت دابا ما عرفت يعني حتى دابا مازال ما كنهضر معاها. زعما ماشي اول مره غادي يوقع له هكا باش كانت شحال من مره كتقول له غنجي غدا غدا غنجي وهادي ولكن هاد المره اللي عصبته بزاف ماشي زعما اول مره ولا